مساء الخير عزيز المشاهد، حياك الله، نحييك، نرحب فيك في برنامجك الليلة واتساب كويت. واتساب كويت، حلقتنا الليلة عزيزي المشاهد وطنية، تراثية، تاريخية، متحفية، تحفية، هذا جانب. الجانب الآخر، حلقة إنسانية، أسرية، أمهاتية، أبهاتية، أبنائية، يعني محبة في محبة في محبة. وضيفنا العزيز اللي جاي يرسم لنا برواز المحبة، ضيف عزيز لتاريخ كبير في الإعلام وفي المتاحف وكل ما يتعلق بالابن البار وغيره، اللي من كثير من الأمور اللي راح نعرفها من خلال هذه الحلقة إن شاء الله. وعندنا مجموعة من الضيوف الأعزاء، لكن بالبداية خلونا نرحب بالأستاذ إبراهيم طاهر البغلي، المدير السابق لدار الآثار والمتاحف بوزارة الإعلام، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مشروع الابن البار. براد، مساك الله بالخير. الخير وكرامة، حياك الله. الله يحييك الله يسلمك. سعداء أنك تكون معنا على الهواء. شكرا. وهذا شيء جميل لما نكون على الهواء، لأن الحكي يطلع من القلب إلى القلب. صح. إن شاء الله. صحيح. أنا ببتدي بالابن البار. نعم. ليش سميتوا الابن البار؟ كان في عندكم ابن عاق وسويتوا بار بعدين؟ لا لا، العفو. تفضل. تعجبني. خلنا نضحك في بداية الحلقة وخلي الناس تفرح إن شاء الله. تفضل. ما في شك إن طبعا المجتمع الكويتي مجتمع يعني إسلامي، والدين الإسلامي يحث على البر والدين. نعم. أي. وما في هناك طبعا، اذا في شذوذ هناك شذوذ نادر، الاكثريه طبعا هي البر، الاكثريه ينطبق عليها البر. الحمد لله. فحقيقه الاخوان في اداره المسنين كان وقتها الاستاذ علي حسن مدير رعاية اداره رعايه المسنين بالشؤون، نعم، اللي راح يكون ضيفنا بعد شوي ان شاء الله، مداخله هاتفيه. اي نعم، تفضل. حقيقة يعني شافني أنا شخصيا مهتم في المسنين، سواء من خلال أنشطتنا، كنت أنا مدير أثر متاحف في المنطقة الشعبية أو في يوم البحار، أو بعد ما تقاعدت أمر على الإخوان الموجودين في إدارة المسنين، أخذهم معي وأوديهم، مثلا عندي أوديهم الخيران، يعني بتواصل معهم. فحقيقة يعني هو مع أحد زملائه اسمه ناصر حمد الخالدي، وعرضوا علي، قال أنت مهتم في المسنين، مهتم في الرعاية، مهتم تحب أنه يعني نوع من البر حق الوالدين. فحقا يطرح علي، حقا عندهم جائزة قديمة حقا في الأدراج، جائزة مادية، جائزة معنوية، جائزة خطية، جائزة شهادتية، شنو الجائزة؟ لا قصدي يعني ما تقول جائزة تحث على البر. بعدين عرضها علي، قال تتبناها للحاضرين، ورعيتها والحمد لله مشينا فيها من 2007. وهل البر بالوالدين بحاجة لجائزة أستاذ إبراهيم؟ هو حقا أم منه تشجيع؟ لا، هو حقا تشجيع وحافز للغير وتوعية. نعم. يعني مو معناته احنا دائما حقا دائما نتكلم احنا على العقوق. نعم. دائما قصص الناس كلك على العقوق، وانا هاي عقوق شرعي. نعم. فاحنا نبي نكلم الناس على البر. صحيح. وذلك احنا ركزنا على جائزة الحث على البر. خصوصا اليوم انا قريت خبر يضيق الخلق وايد، الامهات والاباء المنسيين في احد المستشفيات الحكومية، قطوهم عيالهم ونسوهم، تخيل، بدل ما يعتنون فيهم ويراعونهم ويبارونهم ويدارونهم، يعطونهم المحبة والعطف، عقب ما ربوهم نسوهم واهملوهم. ما للأسف. ايش تعني لك هذه استاذ ابو رائد؟ حقيقة يعني هالحالة مع الأسف احنا حصل فيها من قبل حوالي 3 سنوات، وجدناها مو في أكثر مستشفى، وحبينا ان يعني اعطينا اكثر من تصريح واعطينا اكثر من اشاره حق الاخوان في وزاره الصحه، صحوهم القانون ما يسمح لهم ان يطلعونهم المسنين لاهلهم، تاركينهم انتهى علاجهم 5 سنوات. طيب وينهم عن اهلهم؟ وينهم عن شبابهم؟ وينهم عن عيالهم؟ انا شكلت حقيقه هناك في قانون،
قانون الأخوة حقيقة هذا يعتبر قانون كويتي حقيقة، على حسب يده كبير في الموضوع واختها، ويعتبر هذا القانون الأول في أعتقد في منطقة الخليج. وهو في هناك قانون في عقوبة في محكمة، نعم. يعني عندنا قانون، قانون موجود بالكويت يعني طبعا قانون المسنين يقول أي واحد قد تصل سجن السجن، نعم. إذا واحد عاق ولا أهمل لعاق سجن 4 سنوات أو 3 سنوات المفروض يعلقونه بالصفات هذا قانون. يقول لك كقانون يقول لك أول شيء الرعاية تشمل الزوج أو الزوجة، واحد منهم، بعدين الأولاد، نعم. بعدين الأحفاد، بعدين الإخوان، أيه. مجبورين، والقانون يجبرهم إذا كان ما عندك مكانية، نعم. ممكن أن أنت دولة تدعمك، ها، نعم. تقطع المستشفى وتنساه، تنساه، أيه. حقا هذا يعني واحد مروا عليك، مروا عليك أستاذ إبراهيم، أقولك إحنا، أقولك إحنا، إحنا صرت أقصد زرتوهم. شوف أستاذ الكريم، إحنا قبل 3 سنوات كل سنة نسويها، في عندنا في جائزة المنبار أو المنبر في المنبار حوالي 150 شاب، ها، نعم. متطوع يقضون مع المرضى المستشفيات من الساعة 10 الصبح إلى 6 المساء، يعطيهم دورات، نعم. ويرافقون المريض، هي رسالة، متطوعين يعني، متطوعين فولنتير، نعم. متطوعين شباب، نعم. أي نعم. البنات مع البنات مع الحريم والشباب مع الرجال، مع نعم، نعم. وهدفها نوعي الشباب انه والله او هالمرضى، نعم. بنفس الوقت، ها، ان اهاليهم، ها، اذا شافوا واحد متطوع جاي، نعم. قاعد يخدم ابوهم وامهم، ها، أيه. ما تقولون حيه فيها، ايش قصدي؟ أيه. لذلك الحمد لله لاحظنا فعلا احنا كسنوات هذه ان العدد المرافقين الموجودين مع المرضى، نعم. شويه كثروا يعني، نعم. الام هذه حقيقه ظاهره، نعم. ارجو ان الدوله تعمل لها حلول، لان القانون في الصحه ما يسمح يطردون واحد موجود يعني، يا ريت ان القانون يتفعل، نعم. وكل يقوم في دوره في معالجة القضيه هذه، وهي قضيه انسانيه حقيقه. ودنا اذا الاتصال جاهز مع الاستاذ الدكتور خالد المذكور، ممكن ناخذه معانا، لان ايضا له قصه مع الأستاذ إبراهيم طاهر بغلي. وعزيز المشاهد، أيضا بالمناسبة ودنا نشيد بجهود الأخ الأستاذ الدكتور أحمد أبو سيدو اللي نظم لنا هذا اللقاء مع الأستاذ إبراهيم طاهر البغلي، وحط لنا النقاط الجيدة إن شاء الله اللي أبو عثمان ملم فيها. يبدو لك علاقة طيبة مع أبو سيدو. أنا حقيقة دكتور أحمد سيدو أعرفها من 40 سنة. ما شاء الله، من أيام الرأي العام. من أيام الرأي العام، ومن أيام الأبحاث القديم، حقيقة هو معانا من أول سنة من عملنا. ما شاء الله على جهوده طيبة وواضحة، خصوصا معانا في حلقة الليلة. دكتور خالد المذكور، أي نعم. أبو رائد، على ما يجهزون الاخوان الزملاء مع استاذنا الكبير الدكتور طال عمرك خالد المذكور، هل في حادثه من الحوادث اللي قلت لي حضرتك عليها من ساعه زياره هذيل اثرت فيك وتركت لك اثر او نزلت دموعك؟ والله حقيقه او اب مثلا، وحقيقه يعني انا اتالم حقيقه إذا رحت أزور واحد تلقى مريض ومسن وما حد حواليه. إي شو يقول؟ فحقيقة طبعا الكثير طبعا في أهل معاهم، وتلقى بعد مو واحد أكثر من واحد، ها، وساعات قسم منهم يحطون مرضين على حسابهم بإضافة الموجودين. بس أقول لك هذه حالات خاصة، بس ما في شك يعني الواحد أي حالة يشوفها أنه حس المريض بس يكفي أنه بروحه ما يم أحد، يكفي هالحالة هذه واحدة يزعج منها. معنا على الهواء مباشرة دكتورنا العزيز الدكتور خالد المذكور. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير، حياك الله. أنقل لك تحيات أستاذنا إبراهيم البغلي. يحياه الله ابو رائد، جزاه الله خير. الله يحييك. الله يسلمك. ما يحييك. علاقتك في الابن البار دكتور؟ والله اولا احييك واحيي ابو رائد وجزاه الله خير يعني على ما عمله من قيمه جيده من قيم الاسلام التي تحفظ الاوطان، وهو البر بالوالدين. والابن البار
هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالتربية الأساسية إذا ربي الابن تربية سليمة صالحة كان ذكر لوالديه عندما يعني يدعو له في وفاته، سواء الأم أو الابن. وكذلك يعني براء جزاه الله خير عند هذه الجائزة القيمة التي تكون ضمن القيم التي يجب أن تسود في وطننا، وهو البر بالوالدين. البر بالوالدين هذه قيمة جيدة وقيمة يعني فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن حقوق الوالدين كبيرة من الكبائر. ولذلك أذكر لحضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد أمير الكويت السابق رحمه الله أنه أكد علينا في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أن نراعي هذا قانونا، باعتبار أن الكثير يعني من الأبناء عندما يعجز آباؤهم أو أمهاتهم قد يتضجرون منهم وقد يذهبون بهم إلى دور الرعاية. طبعا الدولة ترعى المسنين بس ينسونهم دكتور، يعني إذا قريت اليوم ينسونهم أي نعم، ولا يمرون عليهم، وخاصة لما يصابون بفقد الذاكرة الزهايمر يقول أنا أروح لما ما يعرفني. نعم نعم. وبعدين إذا صار في شيء يتصن بالولد يتصن بالبنت، ما حد يجيهم. هو مجرد رؤية الوالد فيها أجر عظيم، حتى ولو كان لا يعرفك الوالد ولا الوالد والوالدة والوالدين الوالدين. يعني نعم، الواحد رأى الوالدين وتفرغ لهم وأعطاهم وباس باس إيدهم، حتى لو في زهايمر دكتور يمكن مع البوسة الزهايمر يروح. يمكن والله بوسة الراس والإيد. يا أخ أحمد جزاك الله خير، يعني ومع التحية لأبو رائد جزاه الله خير. يعني إحنا ما الذي عملناه عندما أصدرنا قانون هذا القانون، إنه يكون هذا الوالد الذي بلغ السن القانوني السن الذي حددناه بعجزه بعدم القيام بشؤونه الخاصة أن يبقى في بيته بين أولاده وأحفاده، ولا يبعد، فيشعر بالدفء، يشعر بالحنان، يشعر بالتكريم، يجب أن يكرم. أما صحيح أن دولة تراعيه لكنه لا يبقى ويقول والله قطوني عيالي في دور الرعاية وخلوني ولا حد يمر علي ولا حد كذا، لكن هذه قيمة يجب أن تكون موجودة وإحياءها بشتى الطرق والوسائل، ومنها الجائزة اللي قام فيها جزاه الله خير براد. براد في كلمة بتقولها حق دكتورنا الفاضل حقا تحية وتقدير دكتور خالد المذكور، جزاك الله خير. حقا هو من الناس الداعمين لجائزة، ودائما يحضر احتفالاتنا في توزيع الجوائز، وحقيقه يشجعوننا، والف شكر جزاه الله خير على هالكلام الطيب وهالنصائح حق اولادنا. الف شكر دكتور. نشكر من الاعماق دكتورنا العزيز الدكتور خالد المذكور اللي عملنا مع المداخله اللي اثرت بدايه برنامجنا اللي هو بعنوان متاحف الكويت والابن البار. طبعا الحين بالابن البار راح ننتقل المتاحف بعدين، ولكن في فيلم هني يتكلم عن المحبة وعقوق الوالدين، يا ريت نشوف الفيلم عزيز المشاهد بعدين نرجع نواصل حديثنا مع أستاذنا إبراهيم البغلي. شوف الفيلم لو سمحتوا. اشتعليق براد على الفيلم اللي شفناه القصير هذا. والله أستاذ واحدة في البداية شد وفي النهاية محبة. محبة ما في شك ان الولد حسف ها نعم. على تصرفاته نعم. بس تقول الالم الكبير بعدين اذا فقد ابوه وفقد امه دون من يعتذر لهم ما يعتذر
فبالتالي ولذلك يقول لك يا ريت اني انا ها برت فيهم، يا ريت انا سويت اكثر قمت بالواجب تجاههم. فلذلك ما دام ابوك موجود وامك موجوده بر فيهم واهتم فيهم حتى بعدين ما تتحسف. نعم. ها ما في شك ان الاعتذار شيء جيد، بس اعمل كل وقتك انك تبر في والدينك سواء في حياتهم او بحياتهم. بالنسبه لجائزه الابن البار ابو رائد، كلش كثر بالسنه؟ قلت لي مرتين قبل لا ندخل الاستديو، يا ريت نعطي المشاهد فكره عنها، وشنو هي عباره عن شنو الجائزه هذه؟ استاذ الكريم، احنا عندنا جائزه الابن البار اللي تعتبر حق كل عيال الكويت، وهذه جائزه الابن البار هي في حقيقه اربع جوائز، هي عباره عن جائزه الابن البار اللي فيها استماره، وكل واحد يعب استماره شلون شنو الاشياء المفروض حق ابوه وشنو الاشياء يسويها، يعني يدخل شبيه بالاختبار يعني استماره استماره يعني في لجنه تقيم. نعم. وشاف اللجنه شافت فعلا هذا بار، تروح تقوم تزوره في البيت تشوف الكلام هذا المسطر الحلو مطبقه ولا، بعدين يقررون الجائزه هذه بعدين نفس الجائزه الرئيسيه في المسابقه. دائما احنا نتكلم عن قصص العقوق، فعملنا قصص البر، فعملنا مسابقه خاصه وهي جوائز خاصه في البر، فعملنا هم مسابقه اخرى لها مسابقه تصوير فوتوغرافيه، يعني واحد يعني هم تعبر عن البر وبعدين فهمت شكلي عن البر، هذا كلها بالنسبه حق. في جائزه ثانيه عملناها للمدارس، قلنا نبي نقص البر انه هو طالب، فعملنا جائزه من الصف التاسع الى الصف 12. نعم. في القصة القصيرة نفس الوقت وفي العمل التطوعي، وخصصنا حوالي 270 جائزة للمدارس. للمدارس، ممتاز ممتاز. حلقتنا عزيزي المشاهد، واتساب كويت متواصلة معك، وعنوانها متاحف الكويت والابن البار. احنا الآن لازلنا في الابن البار، ويا ريت أخونا المخرج يطلب لنا الأخ يوسف فؤاد البحر، أعطونا يوسف فؤاد البحر الفائز بالمركز الثاني في جائزة الابن البار. مساء الخير أخوي يوسف. أهلا، مساء الخير أخ أحمد، كيف حالك؟ حياك الله. مسا عليك ومسا على ضيفك الكريم. حياك الله أستاذ رائد. الله يحييك، شكرا. أخوي يوسف، أنت فزت بالجائزة الثانية. نعم. ليش مو الجائزة الأولى؟ والله يمكن في ناس احسن مني، بس انا اعتبر ان هم بعد اني فايز المرتبه الاولى، يعني ما شاء الله خذيت هذا اللقب. نعم. يعني ايش اللي سويته حق الوالدين على اساس تفوز بجائزه الابن البار؟ والله انا كنت قبل باري والدي حوالي 7 سنوات بدردن، يعني كان على السرير. نعم. واعطاك عمره قبل 3 سنوات واستمريت على النهج هذا، مع انك كان فاقد عينه وفاقد اشياء وايده. نعم. فصراحه تركت البيت والاولاد وندرت نفسي حق والدي، ومن ثم والدتي حاليا. أيوة. الله يخليها لك ان شاء الله. الله يسلمك، ونشكر احنا السيد براء صراحه اللي اعطانا هذه الفرصه، انه خلاني اخذ هذا المسمى يعني الابن البار، يعني تستاهل. استاذ شكر جزير يعني. تستاهل براء، يقول لك تستاهل، واحنا نقول لك تستاهل اخو يوسف. الله يسلمك. هل ستنقل ما صنعته لوالديك الى اولادك واحفادك ان شاء الله؟ بالتأكيد. كيف؟ لأن هذا الهدف. كيف؟ لأن هذا شلون؟ شرف كبير يعني. كيف؟ شرف كبير. كيف راح تنقل هذا الشيء؟ كيف راح تنقل؟ بأي طريقة؟ هل بطريقة طبيعية؟ ممكن تعطينا فكرة بسيطة يوسف أخوي؟ والله أنا أصلاً أولادي يعني علمتهم أول شيء إنه شلون يخدمون جدتهم. الحمد لله. بنفس الوقت دائماً دائماً يعني في زياراتي للمستشفى، خاصة في بعض المرات أروح المستشفيات و يعني زيارة أو تكون والدتي هناك موجودة بالمستشفى، فأشوف شيء يحزن يعني إن الناس تاركين والدينهم تاركين والدتهم. نعم. خلون الخادمة، فما أدري يعني هل هي الخادمة هي أحسن من الولد والبنت؟ مع الأسف ما أدري يعني. مع الأسف مع برائد مع الأسف يعني. تحب تقول حق يوسف أخونا يوسف؟ أعتقد هذا يعتبر كل واحد فاز، ها أعتبر هذا قدوة، ويعتبر يعني هو سلوك إيجابي، وودنا يكون أهم كل واحد يقتدي فيهم. نعم نعم. شكرا لحق أستاذ يوسف. لازلنا معك عزيز مشاهد على الهواء، ولازلنا في الابن البار، الجزء الثاني راح يكون عن متاحف الكويت وتاريخ الكويت، والأستاذ إبراهيم البغلي لتاريخ الكويت. مع ناخذ فاصل ونرجع.
عدنا لك عزيزي المشاهد وضيفنا العزيز الأستاذ إبراهيم طاهر البغلي، راح نشوف بعض الصور نبي أبو رائد يعلق عليها. ممكن نشوف الصور مخرجنا نشوفها أبو رائد؟ الحين راح نشوف الصور إن شاء الله. وين الصور؟ برعد الصور عندك فكرة عنها هذه عن السفن؟ ما احنا شايفين الصورة على الشاشة، يا ريت تكون. تفضل تفضل. ايه. الآن سننتقل برعد، يمكن ننتقل إلى جزئية المتاحف وبعدين نرد مرة ثانية على ابن البار، ايش رايك؟ ماشي. فنشوف الاخوان شو مجهزين لنا من الصور الآن على اساس نبتدي نعلق عليها، اذا جاهزة الصور يا اخوان. هذه صورة إحدى السفن، هذا أبو مهلب. نعم. أبو مهلب معروض في متحف الكويت. نعم. هذا صنع 1937 بال 1960 تقريبا 62 ثنيان غانم أهدى السفينة حق وزارة التربية وزارة الإعلام. نعم. أو وزارة المعارف وقتها، وعرض في ثانت الشويخ. نعم. بعد نقل سنة 1983 إلى متحف الكويت الوطني. في صورة أخرى؟ نشوف صورة أخرى لو سمحت أخونا المخرج محمد دشتي. هذه صورة أخرى، لو نكبرها شوي عشان يشوفها الأستاذ. هذا افتتاح برائد الشيخ ناصر. ها؟ شيخ سمو الشيخ ناصر. سمو الشيخ ناصر يعني. إيش علاقتك بسمو الشيخ ناصر محمد برائد؟ حقا يعني اسمه الشيخ ناصر له بصمات يعتز فيها كل كويتي، خاصة في مجالنا الآثار والتراث والإعلام بشكل عام. نعم. كمثال طبعا هو كان وقتها وزيرنا وزير الإعلام. كمثال متحف الكويت الوطني الجديد مشروع من الستينات، وكان متعثر في وزارة الأشغال. يوم صار الشيخ سمو الشيخ ناصر وزير الإعلام أحيا المتحف أو شجع. نعم. وتابع لما المتحف الوطني الجديد افتتح. تذكر سنة؟ هذا بالثمانينات. 1983 وأنت موجود بعد. أنا ما كنت معكم. نعم. وكان هو أغلب بصماته. هذه الصورة أمامنا الآن أستاذ برائد. أي نعم. هذا سمو الشيخ ناصر. هذا أغتن هو الشيخ ناصر بإضافة طبعا حريص كل المعارض اللي نعملها في المتحف الوطني يكون هو تحت رعايته شخصيا. الصور هذا عندنا اسبوع الحرف الكويتية من حوالي 23 حرف كويتية. نعم. فهو كان مفتتح اسبوع الحرف. نعم. وكان وقتها في بيت البدر. اي بيت البدر. اي وقتها. مو المتحف. لا هو يعتبر المتحف البدر جزء من المتحف. جزء من المتحف. نعم. فهو عملنا اساسنا بيت قديم، عملنا اسبوع الحرف فيه. نعم. داخل البيت. نعم. كم تفضل براد. اقول من حط بصمات الشيخ سمو الشيخ مهتم في الحفريات. البحث عن الآثار يشجعنا والحفريات. يشجعنا. نعم. لحضور بعثيات أجنبية نعم. ونقوم في حفريات. ويوم أذكر في سالفة حقتين يعني دائما أحتس فيها، كنا مكونين فريق كويتي يقوم في الحفريات. سمو الشيخ يوم عرف أن في فريق كويتي يقوم في الحفريات طلبني شخصيا أن أزور المجموعة هذه. فعلا زارنا في الجزيرة، وفعلا يعني كان وايد سعيد. وأقول خمسة سنوات لطيفة، كان يعني من كثر ما هو كان رئيس الفريق ومن زملائنا الكويتيين الكويتيين، فكان يعني ما تقول ممكن هو بشجعه عنده أستاذ شخصية الشيخ ناصر أعطى هدية حقه حق الشخص هذا. المهم أن سمو الشيخ يعني كريم جدا ونفس الوقت يحث. فهو الآن كل معارض في مع في يعني كل الأمور الجميلة لها بصمة فيها أيام ما كان سموه وزير الإعلام. يوم البحار
يوم البحر. البحار هو وراء العمل هذا الكبير وقتها وهو اللي شجعنا إقامة يوم البحار، وكان تحت رعاية وقتها سمو الشيخ سعد رئيس الوزراء والعهد، وكانت تظاهرة كبيرة يمكن أنت حضرتها شخصيا. حضرتها نعم، أتشرف أني حضرتها. شكرا شكرا. بقيت شيخ ناصر حلقة، عارف هو عمل قرار ما حد عمله وزير سابق على وهو على المستوى الشخصي، ها ان كنا ذات متاحف تتبع وكيل مساعد، وكيل مساعد فوق وكيل، وفوق وكيل وزير. هو ذات متاحف عملها راسا للوزير، ذاك دعم عن روتين، ودعم لنا ان نؤدي عملنا بشكل سريع وشكل ما تقول جيد. ممتاز. ايضا عزيزي المشاهد، من واحنا نتحدث عن التاريخ والمتاحف، ايضا ودنا نعرج على موضوع والصور موجوده. مؤخرا قام وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود يوم 4/4 اللي فات بزياره الى جزيره فيلكه، ويومها بصباح قال طلع تصريح، قال الشيخ سلمان الحمود، هذا طبعا تصريح قال لوكالة الأنباء الكويتية كونة، إرث فيلك الإنساني امتداد للكويت وحضارتها. ما تعليق على هذا الكلام؟ طبعا قبل أعلق، الشيخ سلمان هذه الصور الشيخ سلمان صباح، أول معلق الشيخ سلمان طبعا صباح هو مؤسس معانا في الجمعية الكويتية الخيرية لدعاية وتهيئة المسلمين ايضا. اي نعم، وهو داعم لنا ويعني المهتم في، وفعلا هو يعني اشهار الجمعيه داعمين لنا حقا. نعم حقا. هو قال شيئين مهمين في تصريحه. الاول هو توجه وزاره الاعلام او المجلس الوطني وعمل متحف في فلكه. فعلا احنا في حاجه في متحف لائق ويحتوي كل الآثار الموجودة هناك في فلكة. هل عندنا من الآثار الخطي أستاذ إبراهيم أن نفتح متحف طبعا في فلكة؟ طبعا فلكة طبعا موجود. هاي أول شيء. الشيء الثاني هو حقيقة تكوين لجنة وطنية اللي يعتبرون يعني آثار فلكة أو تراث فلكة من التراث العالمي، وهي حقيقة خطوة وايد فعالة وايد مهمة، ونشكر فيها حقيقة شخصيا الشاب عبد الحميد اللي هو اللي هو الأمين العام لأستاذ الآثار والأستاذ علي يوحى ومعالي الوزير على اتجاه تسجيل آثارنا من ضمن التراث العالمي، وهذا حقيقة مكتب كبير جدا حقيقة. كيف نقوم بتسجيل تراثنا طال عمرك ضمن التراث العالمي؟ كيف؟ هو الآن ما السبيل؟ ما الطريق؟ الآن هو الآن حسب التصريح طبعا شو قلت اليوم إن راح يجيبوا ناس مختصين في الآثار يشوفون الآلية في الآلية تسجيل الآثار ويمشون فيها بشكل طبيعي، وهذا مكسب كبير لها طبعا من خلال مختصين في الآثار. بحاجة، نحن بحاجة لأكثر من موقع وأكثر مكان كي يكون كمتحف. أعتقد طبعا ما في شك، احنا حقا احنا من 83 ما يعني عملنا متحف جديد. أنا شخصيا وقت كان سمو الشيخ ناصر كان وقتها رئيس الوزراء، طلبت 1500 متر 1000 متر 1500 متر 1500 متر يكون يوم البحار متحف بحري، وكن أنا أبني على حسابي الشخصي أساس مساهمة مني بالتراث، وهالمتحف البحري فيه معروضات البحرية، وفي مكتبة بحرية وبحرية وفي صالة معارض وندوات. وفعلا وقتها الشيخ سمو الشيخ اهتف الموضوع ورفعه إلى بلدية الكويت، وبلدية الكويت الآن مع الأسف لح ما سوى شيء. نأمل إن حقاً هذا مجرد مساهمة، يعني ما تقول أهل الكويت علينا فضل كبير، ولازم كل واحد يخدمها من جانب، حبينا نخدمها من جانب هذا. يعني أنت قاعد تتكلم بجانب تاريخي هام جداً أستاذ إبراهيم، فيجب على أخوتنا في بلدة الكويت أخذ الأمر، ما تدري ليش يعني حطوا المشروع بالأدراج يعني ولا شلون؟ والله هو يعني أعتقد إن يعني
اعتقد كذي انه هو مو محطوط من ضمن الواجهه البحريه. أه. أه. بس ممكن يعني احد مباني اللي كان يعني حبيت تكون بجانب البحر على اساس مكمل حقه. وان شاء الله الكلام هذا يوصل للاخ وزير البلديه الاخ عيسى الكندري ابو عبد الله وشد حيله معاكم. يا ريت وحقيقه هذا على مجرد واحد مساهمه يعني واحد طبعا الدوله يعني. نعم. عزيز مشاهد نتواصل معك برنامجك واتساب كويت. الآن نعود إلى الابن البار. معنا شخص إنسان عزيز أيضا له ضلع وله يد طولة في هذا المشروع، هو الأستاذ علي حسن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين. بحسين مساك الله بالخير. مساك الله بالخير اخوي احمد، وانا سعيد جدا اكون معكم في برنامجك الرائع حقيقه اللي يعني يسلط الضوء على القضايا الاجتماعيه، واعتقد قضيه تعزيز البر مثل ما تفضل الشيخ الدكتور خالد المذكور هي قضيه مهمه جدا. وما يفوتني طبعا امسي على العم ابراهيم صاهر البغلي اللي نسميه طبعا هو قائدنا ورائدنا في هذا العمل الانساني، والكل يقتدي بقائد الإنسانية أبونا الله يحفظه إن شاء الله أرض صاحب السمو في هذا التميز الكويتي في القيادة واختيار الكويت كذلك مركز إنساني عالمي. نعم. هذا شيء جيد مدام صاحب السمو الأمير الله طول عمره أمير الإنسانية وأب الإنسانية، فيجب أن تكون سمة الإنسانية سمة لصيقة فينا كلنا أخوي علي حسن. إيش رأيك؟ أكيد أكيد أكيد. وهذا نعم. ما يعني ما بدأنا في عملنا في هذا المشروع الإنساني التوعوي الديني الاجتماعي، وهو طبعا جائزة الابن البار، واقترنت حقيقة في تبني ورعاية عمنا إبراهيم طاهر البغلي لهذه الجائزة منذ عام 2007. بدأناها في مشروع صغير جدا وهو جائزة الابن البار، مشروع بين أفراد مؤسسات المجتمع المدني كجمعية نفع عام أو كمبرة وإدارة المسنين كجهة حكومية، والحمد لله تكلت بالنجاح من 2007 واستمرت هذه الجائزة حتى يومنا هذا في عام 2015 إلى 8 سنوات، ونتمنى أنها تطول. بدأنا في مشروع واحد، تخيل أستاذ أحمد، يعني هي جائزة البغلي لابن البار هي لتشجيع الأبناء على بر والديهم. يمكن تسأل في بداية السؤال هل يحتاج من يبر والديه أن نعطيه جائزة أو نقدم له جائزة؟ نعم. نقول نعم يحتاج. الجائزة الكبرى هي نيل طبعا رضا الله والفوز بالجنة، ولكن إلى متى دائما إحنا كمجتمع نطالع السلبيات؟ توجه نعم. العم برائد وتوجهنا في هذه الجائزة هو تشجيع النماذج الجيدة في المجتمع، واستغلال هذه النماذج الجيدة في الفائزة في هذه الجائزة حتى تكون مصدر توعية وتعرض تجاربها وكيفية أدائها وبرها وتعزيز هذه القيمة، فبالتالي ينتشر البر في هذا المجتمع. نعم. القضية الأساسية في هذه الجائزة، نعم. يعني انطلقنا في جائزة واحدة، احنا اليوم نتكلم عن حوالي 9 إلى 10 تنظيمات لهذه الجائزة تعددت وتوجت كذلك في إشهار مبرة إبراهيم طاهر البغلي لابن البار، وكذلك الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية تأهيل المسنين. وكان أكبر تكريم لهذه التنظيمات هو اختيار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول التعاون لدول الخليج العربي في عام 2014 اختيار جائزة الابن البار ومنح العم إبراهيم طاهر البغلي الشهادة التقديرية لهذه المبرة باعتبارها صاحبة أفضل مشروع تنموي مستدام ورائد في المنطقة في عام 2014. وهذا فعلا حملنا مسؤولية كبيرة جدا في الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد يعني توعية المجتمع بتعزيز. أستاذ علي، ما حاولتوا نقل فكرتكم الرائدة الرائعة الإنسانية اللي دعمها الأستاذ إبراهيم طاهر البغلي على المستوى الخارجي المستوى العالمي مثلا تسجل طبعا في موسوعة جينيس مثلا الأرقام القياسية الكويتية الجميلة مثلا؟ فعلا احنا يعني المتعة اللي تشتغل فيها مع العم إبراهيم طاهر البغلي انه ما يخليك يومك مثل امسك، دائما احنا متجددين دائما الحمد لله. يعني الحمد لله. يعني يقترح علينا اقتراحات واحنا ننفذ هذه الاقتراحات وترى النور الحمد لله. طيب. يعني انا قلت لك جوائزنا كثيرة وانشطتنا كثيرة، نقلنا استطعنا ان ننقل هذه التجربة، بدأنا فيها بداية مع المستوى الخليجي والحمد لله، يعني بدأنا في مملكة البحرين، بدأنا في دولة قطر، بدأنا في المملكة العربية السعودية. يعني أكثر من مكان.
بالضبط، وتبنوا هذه الجائزة وأشهروا جوائز مماثلة لهذه الجائزة، وهذا كان دورنا. الخطوة الكبيرة المقبلة حاليا اللي عم براد قاعد يعني يهدف لها وقاعد نساعده في تنفيذها هو يعني إطلاق يوم عالمي للابن البار، وقاعد نشتغل حاليا مع منظمة الهيئة الأمم المتحدة لإقرار هذا اليوم إن شاء الله يكون يوما عالميا للابن البار. نعم. وتتعدد إن شاء الله. هذا اللي كنت أقصد يعني أنا من سؤالي عالميا. ننتقل إلى العالمية. طيب أبو حسين عندي سؤال أخير. تفضل. الابن البار، طيب بعضهم يقول لك انا بار ولا طيب وانا ابن زينه بس ابوي وامي مو زينين، يعني الابن حقوق الابناء على الاباء والعكس. والله هو هذه العمليه يعني نظمها يعني انا اسميه العدل الالهي يعني، وكذلك السنه النبويه الشريفه. نعم. يعني الاب كذلك والام يجب ان يحسنوا معامله ابنائهم في اختيار الاسم، في اختيار حتى الاب لما يتزوج اختيار المراه الصالحه. نعم. فبالتالي لهم حقوق الابناء. نعم، ولكن يعني مثل ما تفضلت اذا الجانب التوعوي ما كان قوي في المجتمع يمكن العمليه تكون عكسيه بين الاب عكسية. والابناء وكذلك الابناء والاب. لذلك وضعنا هذه الجائزه ووضعنا القانون اللي يعني يتماشى مع هذه الجائزه في حمايه الاسره كلها بالكامل. واعتقد يمكن الدكتور خالد المذكور يعني جزاه الله خير هو من اسس ووضع بدايات قانون 11/2007 لرعايه المسنين وتنظيم هذه العلاقه من ناحيه يعني الهيه ودستوريه ومن ناحيه العادات والتقاليد الكويتيه الاصيله. الدكتور خالد المذكور دائما يضع مثل حضرتك واستاذنا ابو راد لبنات المحبه في وطن المحبه ان شاء الله. نشكر لك هذا اللقاء وان شاء الله نراك على خير مع الابن البار. وكويت جميلة، كويت سعيدة، كويت عزيزة، كويت غالية. قول آمين إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أول أحب أشكر سيد علي حسن على مداخلته وقت أن سلط الضوء على كثير من الأشياء، وهذا قلنا أنا أعتمد على اعتماد كبير بصفة رئيس اللجنة. حقا سؤالك حقا بالنسبة حق ما تقول جائزة ينشرها بأكثر من أكبر الكويت. نعم. خارجياً عالمياً. خارجياً. نعم. طبعاً إحنا حقيقةً أنا قبل أسبوع لديت وفد من الجائزة إلى الأمانة العامة للتعاون. الوفد هذا كلفته إن بالآلية جائزة الابن البار اللي تطلع من الكويت على مستوى التعاون. نعم. ممتاز. بحيث ان ايش كانت ردة فعل الان اشقائنا في منظمة الجيش امس واصلين. نعم. ايه. وبعد معهم بكره قاعد معهم باكر ان شاء الله يقولوا لي سووا مع الاخوان في الامانه وان شاء الله راح نمشي فيها على اساس ان جائزه تطلع باسم الكويت على مستوى التعاون ويكون ان شاء الله لنا لقاء اخواننا في التعاون في الكويت ان شاء الله. عزيزي المشاهد لازلنا معاك على الهواء مباشرة وبرنامجك واتساب كويت. الآن ننتقل نرجع إلى جزئية السياحة. براد إيش رأيك؟ تفضل. أيام المرحوم الله يرحمه وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون السياحة صالح الشهاب كانت عندنا حركة ونشاط سياحي كبير. صحيح. ولا أذكره أنه كانت تجي أفواج من برا من الغرب. صحيح. فرق وما شابه ذلك، وحضرتك كنت تنظم لها زيارات المتاحف وسواه. صحيح صحيح. أين تلك الأيام الجميلة؟ لما لا تعود؟ أستاذ الكريم، كان المرحوم صالح الشهاب هو الوكيل المساعد للسياحة. صحيح. وكان احنا وقتها أيام الترويح السياحي. أي نعم. الله. أي نعم. نعم. وكانت اداره المتاحف تتبع الوكيل المساعد للسياحه، كان هو كان رئيس المباشر يعني. نعم. حقيقه كونه لجنه اسمها اللجنه العليا للترويح السياحي، هو وقتها هو رئيس اللجنه. نعم. واذكر الخير عبد الرحمن المزرعي هو نائب الرئيس. اذكر ايامها الحدائق. اي نعم. وكنت انا عضو اللجنه الثقافيه. صحيح. نعم. الثقافيه. فصح شاب مرحوم حقيقه شاف سفر كثير. يعني كوتين يسافرون. نعم. فقال انا ما احد من السفر، على الاقل الموجودين اعمل لهم برامج سياحيه. نعم. ها. نعم. بحيث انه اغلى شيء يستمتعون في وقتهم هذا. بالتالي عمل برامج، قام بفرق اجنبيه، قام يعمل برامج سياحيه، برامج. نعم. برامج عملنا احنا رحلات الى فليتشا وقتها. ها. قام اتفق مع كاتب سفريات خارجيه يزور الكويت.
فذلك هجمة أكبر كبيرة لدول الكويت هم يحب يعرف يعرف ما تقول أجانب على بتاريخ الكويت من خلال المتاحف. فعلا أعطينا بس شعر في أتذكر بس شعر في المتحف الوطني اللي كان القديم وكان يزورونا وكان يعني فعلا كانت وقتها صاحب شعب الحمى كان مهتم في السياحة الداخلية. إذا نحن بحاجة إلى صالح شهاب 2. صحيح واحد واحد مساعدينه إن شاء الله. إن شاء الله الكويت دائما بخير ما دمنا متفائلين وبرائد ونتمنى الخير لوطن الخير دائما طالب. إن شاء الله. شكرا. الآن عزيزي المشاهد لازلنا طبعا في برنامجك واتساب كويت وعنوان برنامجنا متاحف الكويت والابن البار، وعندنا أيضا الآن اتصال هاتفي لا علاقة بالمتاحف، اتصال بأخي أخوي أنور محمد الرفاعي رئيس فريق الموروث الكويتي. متحف عبد الله العثمان تعرفونه اللي بنقرأ بيت العثمان التاريخي تحول إلى متحف. أخونا أنور الرفاعي راح يكلمنا عن هذا الموضوع. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا هلا أبو خالد، حياكم الله وهاي الساعة المباركة. الله يحييك والعم برائد يحييك أيضا. الله يمسيه بالخير عم برائد. حقيقة أبو خالد أنا وجودي اليوم معاكم في هذه الحلقة لا شرف كبير إني أبدي أو أدلي برأيي في عم برائد، وشهادتي طبعا أنا مجروحة فيه لأن أنا أعتبر أحد أبنائه وأحد تلاميذه، وعم برائد هو مدرسة في شتى مجالات الحياة حقيقة بالكويت، ليس بس بالتراث ولكن بالعمل الخيري الجبار الذي قام به وإنشاء هذه الجمعيات المتعددة. عم برائد له بصمات كثيرة في تاريخ الكويت ويعد من الرجال القلائل الذين يعني وهبوا حياتهم لخدمة الكويت وسمعة الكويت، وأنا مثل ما قلت لك خالد شهادتي مجروحة بالعم برائد. برائد شو تقول في شهادة أستاذنا وحبيبنا أخونا أنور الرفاعي؟ أستاذ أنور هذا يعني فعلا لا بصمة يعني أو أشكر أعطم الكلام الطيب اللي قاله معنا طبعا على الخط ولا يزال أخ أنور الرفاعي أعتقد. أي طبعا أشكر على الكلام الطيب هذا أنه هو طيب. ها وحقيقة أستاذ أنور بيت عثمان أو بيت عبد الله عثمان الشعبي حقيقة هذا نقلة كبيرة. نعم. حفظ كل تاريخ التراث الكويتي. الكويتي. نعم. الآن أكثر ناس يحبون إذا جاءوا الكويت، عندي ضيوف من السعودية قبل أسبوع. حريصين. بيت عثمان. متحف عثمان. الموروث. نعم. ففعلاً هو وزملاء وكل أحد شخص تساهم فيه فعلاً أسسوا متحف نعتز فيه وحفظ تراثنا، وحقيقة يعني حجمه مو كبير بس اللي فيه المعنى كبير. المعنى كبير. ايه؟ وحاول كل شيء صراحة والمحتوى أكثر. أكثر. نعم. نعم. وتحية حق كل أقائمين وخاصة الأستاذ أنور. أنور معانا على الخط. أنور الرفاعي معانا الأستاذ أنور. أستاذ أنور كنا نتمنى أن يكون معنا، كان عندنا سؤال يا ريت تحاولون تتصلون في الأستاذ أنور مرة ثانية إذا في مجال نسأله عن الموروث وعن عن الإقبال على متحف العثمان اللي موجود في منطقة النقرة اللي برائد. كم نحتاج من المتاحف كي توازي متحف العثمان اللي تكلم عنه الأستاذ أنور الرفاعي قبل شوي؟ أنا حقيقة يعني أتمنى أن يكون هناك أن متاحف متخصصة. كيف يعني متخصصة؟ يعني مثل متحف بحري، متحف البادية، متحف الفنون، متحف العلوم، كل مجالات متاحف بتنوعها. ويا جماعة ترى المتاحف يعني ما تكلف يعني دام هل يعني تكلفها بحيث ان الدوله تعجز عن اقامتها، بس هي تراث المرحله بتاريخنا يجب الجيل الحالي والمسؤولين الحاليين يعملون يعني بصمه ان فعلا يقول كل واحد يقول انا في وقتي انا وزير انا مسؤول اي واحد يجب انه يحط له متحف بصمه. هذا الشيء اللي يذكر فيه
نعم كلها ما حد يذكرها صحيح؟ الشيخ سلمان الحمود في زيارته الاخيره لفيلكه ابو رعد قال لها مساء انه يؤيد انه يحول جزيره فيلكه الى متحف، فممكن اكثر من الجزيره، ممكن اكثر الموقع مثلا؟ ما في شك يعني في الان عند الاخوان كمثال في الصبيه قاعد حفلات جيده عندهم ها يعني انا اعتقد الان الاخوان في المجلس الوطني هم حقيقة يعني ما تقول متحمسين او هم يعني ماشيين بخط ها في انشاء المتاحف. الان كمثال اقول لك يا ان متحف القديم الان المجلس الوطني قاعد في اتجاه انه يعيد بنائه، فاذا عاد بنائه اي وسع المتحف القديم؟ القديم اللي هو اللي قدام قصر خزعل عند إيه نعم دسمان اي ورا السفاره البريطانيه إيه نعم ديوان الشيخ عبد الله الجابر ديوان الشيخ خزعل هذا حقيقه هم اذا خلص ترميمه واثث وجهز حقيقه في المناسبه هذه قبل فتره أعطيت نسخة من كتابي دليل المتحف الكويتي حق الأستاذ المهندس علي اليوحي. قلت له هذا الكتاب اللي هو دليل المتحف الوطني الأول هو دليل في مخطط. حق دور الأرضي ودور الأول على كل قاعة موجودة شنو فيها؟ حتى جبت نسخة من الكتاب هذا. نرجع حق قبل نشوف الكتاب براد، نرجع للأستاذ أنور محمد الرفاعي. معنا استاذ انور. معك ابو خالد تفضل. ايش رايك بكلام استاذنا ابو رايد انه نكثر المتاحف، متحف بري، متحف بحري، متحف يعني يخص تراث، يخص تاريخ او غيره. اكيد ابو خالد حقيقه ابو رايد لما ابتدى بداياته الاولى وخطواته الاولى في العمل في المتاحف لم تكن العمليه سهله ذاك الزمان. بدؤوها وليس لديهم الخبره ولا من سبقهم خبره. فحفروا الأرض عشان يوصلوا لنا اللي إحنا مثل ما نقول اليوم لقينا لنا خير مسروجة. طيب والحين إيش نحفر أخوي أنور أستاذ أنور؟ الحين طال عمرك الدول والحضارات والمجتمعات تقاس بما لديها من متاحف. من متاحف نعم. من تاريخ. نعم فكل ما عملنا متحف في الكويت هو رد جميل للآباء والأجداد بما قاموا به من هذه الأرض الجرداء. الصحراء التي حولوها لنا جنة من جنان رب العالمين اليوم. فإحنا محتاجين نغطي جميع أوجه الحياة في الكويت، لأن نركز على البحر ونركز على البادية، ولكن كل المهن التي أنشأت دولة الكويت يجب أن يكون لها متاحف. لدينا كم كبير من المعلومة والمادة والمقتنيات مع الأسف هي موجودة ومختزلة في البيوت، يجب على مؤسسات البيوت صحيح نعم نعم, نعم على مؤسسات الدولة أنها تتجه وتشتري كل من لدي متحفها الخاص في الكويت وتجميعه وفرزه وعمل متاحف تغطي جميع أوجه الحياة حقيقة بتاريخ الكويت، لأن نعم. إحنا لدينا حضارة تفوق الآلاف السنوات. طالما إحنا عندنا لقينا مومياءات اليوم عمرها أكثر من 2000 سنة في منطقة الصبية جميل الكويت لم تستهدف مومياءات اي نعم عمرها اكثر من 2000 سنه في الحفريات الاخيره نعم. وكذا دوله الكويت الحديثه هي عمرها 4 سنين تفوق ما حولها من الدول في كثير من اوجه الحياه. لدينا حضاره جميله ولكن قله المتاحف في دوله الكويت حقيقه لا تعطينا لنشر الثقافه والمعلومه التي خلفها الاباء والاجداد في ذلك الزمان. فانا اشد يد برائد ويعني نقول ان يجب أن نحن نوصل إلى مرحلة أن يكون في كل محافظة متحف متكامل يحكي تاريخ الكويت بشتى مجالاته. هذا قبل أنتقل حقيقة عن مراد عندنا دقيقة أستاذ أنور تفضل. أنا بس أعلق على آخر شيء على أكو أحد الصور التي حطيتوها توكم معاكم الصورة هذه صورة جميلة أهداني إياها عن مراد حقيقة، ولكن هذه الصورة كانت يعني فيها ثلاث حكام الكويت في سفارة الكويت في بغداد. في بغداد صحيح. الطلبة الكويت في ذلك الزمان وكان عم برائد هو أحد الطلبة. أحد الطلبة. بداية الستينات وكانت الصورة تحتوي على المقبرة الشيخ عبد الله السالم والمقبرة الشيخ جابر الأحمد وسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد. فهذه صورة تذكارية جديدة يجب أن نحن نحفظ التاريخ من خلال هذه الصور والوثائق وكل ما هو يمس ماضي الكويت هو وجميل وجميل جميلة. نعم. نعم. نعم نشكرك نشكر الأخ الأستاذ أنور محمد الرفاعي رئيس فريق الموروث الكويتي ومع هذا الكلام الجميل أبو رائد.
طبعاً أستاذ أنور حقا كفى وفى وكان كريم معانا بالكلام الطيب وأعطانا الصورة نعم. كنا طلبة وقتها نعم. مع يعني كان موجود معانا هم سيد يوسف الرفاعي هذه الصورة اللي معانا سيد يوسف الرفاعي أعتقد وقتها ايه؟ يعني وزير الدولة لشمال الوزراء أعتقد وكان موجود معنا بالصورة أعتقد نعم. غريبة نعم صحيح يعني شيء جميل وذكريات جميلة صح صحيح على طاري حدثت 65 1965 نعم. على طاري كلام أخونا الأستاذ أنور الرفاعي إن يقول يجب أن نهتم بالتراث الكويتي الموجود عند بعض الهواة صحيح ليش الدولة ما تهتم في عشاق التحف وتخصص لهم موقع متميز أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي اللي مخصصت لهم مسوقة وتعطيهم بأجار رمزي بحيث أنه يأسسون متاحف ويأسسون محلات وشغلات ليش برائد؟ والله أنا باختصار شديد أنا أعتقد أنا من مؤيدين الفكرة هذه نعم ويريت الدولة تبناها يا ريت والله يعملون مثل متحف ويخصون مو بخلون في 5 متر خلى جناح نعم. كامل نعم. وكل واحد خلى يعرض ما لديه نعم. عدل نعم. وحقيقة أنا من الناس اللي مهتمين في الهوات أنا أقول شغلة واحدة 1977 تقريبا سبعينات أول سبعينات عملت أول معرض للهوات الآثار بالكويت بالسبعينات نعم وإن شاء الله الأيام القادمة أيضا تعطيك الفرصة لك نعم اكتشفنا أن الهوات اللي شاركوا عندهم مجموعات ما تقل عن مجموعة متحف الكويت الوطني أو أكثر الله الله أنا فقط شنو عملت حقيقة بعض الأخوان اللي عندهم كميات كبيرة مثل مقتنيات كثيرة تقصد نعم مقتنيات كثيرة مثل أستاذ سيف الشبلان سعود الطريج وقتها وهذا أخذنا منه مجموعة كبيرة ونسوق وفعلا استفدنا من المعرض فعملنا قبل نعيد المعرض الهوات لهذا إن شاء الله نتمنى أنه تدب الروح في الفكرة وتجد طريقة للتنفيذ على أرض الواقع أسوة على القلب دول مجلس التعاون الخليجي والله أأمل أن الدولة تهتم في الموضوع هذا ولا جاهله عزيزي المشاهد الوقت يركض والبرنامج إن شاء الله يكون أخذ من وقتكم الجميل أعطاكم معلومة جميلة وجديدة فيما يتعلق بالتراث الوطني والتاريخ والمتاحف والبر بالوالدين واللي كان برواز المحبة في هذا اللقاء أخونا العزيز الأستاذ إبراهيم طاهر البغلي المدير السابق لدار الآثار لإدارة الآثار والمتاحف بوزارة الإعلام مؤسس ورئيس مجلس إدارة مشروع الابن البار مسائك سعيد وأنت أيضا عزيز المشاهد مسائك سعيد أبو رائد كليمة أخيرة أأمل أن كل أقل من كل عيالنا يبرون في أهلهم إن شاء الله ما دام هو على وجه الحياة إن شاء الله عزيزي المشاهد نشكر مخرجينا نشكر شبابنا نشكر كل من تعاون معنا في إخراج هذه الحلقة لكم عزيزنا المشاهدين نلقاكم الأسبوع القادم قبل هالوقت بساعة مع ضيف جديد وجه جديد ما راح نقول عنه الآن لكن أكيد راح يكون ضيف يهمكم ويهمنا ويهم هذا الوطن العزيز الله يعز الكويت الله يعز الكويت الله يعز الكويت وشكرا يا ابو رائد وعلى راسي وجودك معنا في هذا البرنامج راسك وشكرا على تزويرك والبرنامج شكرا لطفك شكرا عزيز المشاهد